الموسيقى رح نسمعه بهالوقت، رح اعمل شير سكرين ان شاء الله ما يتاخر، بس على الحيلتين مفروض يبين عندكم، اذا بين قولوا لي بليز. نسمع كلنا سوا الموسيقى. رح نرجع نسمعها بعد مرة بليز، ونرجع نفكر أنا وياكم على العالي. اوكي، صار فيني اسال وانتو تردوا علي بكل بساطه. هيدي الموسيقى اللي سمعتوها، شو الامبريسيون اللي اخذتوها عنها؟ اوكي، هالموسيقى كم بارتي بالنسبه لكم حسيتوها؟ كم بارتي؟ أستاذ، شو السؤال؟ أبطشت أنت عم تحكي. اوكي، ما في مشكله. سمعتوا الموسيقى، بتحسوا من كم بارتي مؤلف في هالموزيك؟ مؤلف من دو بارتي. من دو بارتي، اشرحوا لي أكثر إذا فيكم. ليش أول دو شيء بارتي؟ كانت رايقة كثير، نعم. رجعت صارت مشجعة. أول تريبيان. شيء كان بس بتخيل أن طيب، أول شيء الموزيك كانت إذا بدكم بطيئة ورايقة، وفجأة شو صار؟ سرعت. دونك كان في تيمبو معين بالاول، صار في تيمبو معين بالاخر او بنص او بطلوع. اوتر شوز، هل الموسيقى برايكم فرحه ولا حزينه؟ فرحه فرحه فرحه. تريبيون. وبعد بدي اسال سؤال، يعني غير انه بطيئه ورجعت صارت سريعه، وكانت خفيفه رجعت صارت قويه، قلنا كانت فرحه، شو صار كانه بتحسوها فرحه. إذا بدي فوت أنا وياكم على الدراسة تبع هيدي القطعة، أوكي؟ وبتعرفوا بالموزيك نحن في تكنيك لنحكي عن الأشياء، ما فينا نحكي مثل كل العالم، بدنا نحكي بطريقة علمية، أوكي؟ نفتح، بينت الشاشة عندكم ولا بعد؟ لا بعد. ما بينت. بعد ما بينت، طيب. لازم تبين هلا لانه إلى فتره ما فاتح الشيرنج سكرين. طيب باللوسون دو اللي بعت لكم اياها هلا وقت تبين الشاشه بنرجع نحكي اكثر. عم يسالونا باول سؤال، السيمفوني ان تبع بيتهوفن كاتريام موفمون، انتم بتعرفوا السيمفوني هي فورم ميوزيكال فيها يا ثلاثه موفمون يا اربعه موفمون. عم بيعطونا الموفمون الرابع، عم بيقول لي كم نومبر دو بارتي فيه؟ انتوا قلتوا لي شو؟ دو بارتي. دو بارتي، تري بيان. ليه؟ لانه حسيتوا في بارتي بطيئه وفي بارتي سريعه. طيب قلتوا لي الموزيك فرحه، شو يعني فرح بالموسيقى؟ ماجور. ماجور. عم يسالني التوناليتي ماجور ولا مينور؟ شو لازم اقول له انا؟ فتحت مسيو. فتحت؟ تري بيان. شو لازم اقول له التوناليتي انا برايكم؟ ماجور. 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 أنا فرحة. برافو.
كثير منيح. يعني هلا عم نحكي ذوق موسيقي انا وياكم، بلس عم نعمل اناليز، يعني شبه اناليز بالقصص. طيب نحن التيمبو، التيمبو يعني السرعه بذات الوقت، زياده عن السرعه في كاركتير. اوكي شو كاركتير؟ يعني في يكون سريع شوي، في يكون سريع كثير، في يكون سريع هو معصب، في يكون سريع هو ومبسوط. بون بدنا نقدر نفهم هول الاشياء. هودي الفيفاتشي والاندانتي والاداجو والاليجرو، اذا بنرجع انا وياكم للدوكيومون اللي اعطيتكم اياه تبع وجدي ابو دياب، بصفحه معينه منهم بالاول بيشرح لكم كل وحده شو هي، اذا حدا شافهم منكم، او بكل بساطه فيكم تفوتوا على الانترنت وتشوفوا قد شو بيعنوا. بس نحن عم نعطيكم كل الدوكيومون، بدكم تبرحشوا فيهم انتم شوي كرمال تصيروا احسن. اوكي طيب، نحن البريمير بارتي اللي سمعتوها برايكم كيف كانت، بطيئه ولا سريعه؟ بطيئه. بطيئه كثير ولا بطيئه شوي؟ بطيئه شوي. بطيئه شوي. مين قال كثير مين قال شوي؟ اللي هي بتعمل تان تران تران تران، حسبوا ايدي قد ايه عم تاخد وقت. لا كثير بطيئه. كثير بطيئه. دونك كثير بطيء شو يعني؟ اداجيو. اداجيو. اوكي كنا بنعرف اداجيو يعني موفمون بطيء، في ناس بيكتبوا عليه اشياء وكتير بيحرك المشاعر الاداجيو لانه بطيء، بيقدر الموسيقى يكثر فيه نوتات بشكل يشدنا اكثر. تاني بارتي وقت فلتت الموسيقى كيف صارت؟ شو صارت؟ فيفاتشي. فيفاتشي الليجرو. فيفاتشي يعني فيه حياه، فيفاتشي يعني فيه حياه، الليجرو بس يعني سريع، الليجرو فيفاتشي يعني فيه حياه. دونك عندنا دو بارتي، لا بروميير بارتي الي اداجيو، اوكي دوزيام بارتي هي فيفاتشي. اذا حدا ما عم يفهم او حدا انجليزي بليز رجعوا ذكروني لانه بضيع انا. اوكي عندي 300 تلميذ. هذا واحد. اثنين الدكتيه اللي هون ما بدي تعملوها، رح ابقى مرق لكم دكتيات من خارج هذا السيستم. اوكي هذا شوي يعني فيزز من مطرح لمطرح. بال دوزيام باج ما بدي منكم الا ما تعملوا ليكتور. شو ليكتور؟ ريتميك للكليدوسول. اوكي هلا بدنا نحكي نرجع شوي بهالمواضيع انا وياكم بس تنخلص الشابتر. وهون كمان ليكتور ريتميك، لكن عندنا باج 8 وباج 9 ليكتور ريتميك للكليدوسول. اوكي لهون حدا عنده سؤال؟ نو. خلينا نرجع على الميوزيك. إذا منيجي منشوف التكست أوركسترال كيف هو، لاحظتوا قد ايه كبير؟ يعني الكوندكتر اللي عم يقرا هذا التكست بده يقرا سايت ريدنج، يعني بده يقرا سايت ريدنج سوري، بده يقرا هيك، ما في يقرا كل سطر بسطره مثل ما الانسترومون بيعملوا. طيب خلينا نجي نحلل، أول شيء شو الفورم ميوزيكال؟ لفورم ميوزيكال سيمفوني. اوكي انتم بتعرفوا في سيمفوني، في سارابوند، في سونات، في شو بيقولوا له هذا كواتيور اكورد، في 100,000 شغله، في فوج، في اورجانوم، مش رح كتر لكم اياهم، بس انه هيدي الفورم اسمها سيمفوني، فيها يا ثلاثه يا اربعه موفمون. طيب رح نعمل اناليز شوي بوسي اكثر. اذا نطلع انا وياكم على الارمور شو في؟ على الارمور ما في شيء، ما في ديزيف، ما في شيء. يعني انا وين في احتمالين، يا دو ماجور، دو ماجور او لا مينور، او لا مينور. هيك لازم تبلشوا تفكروا من هلا ورايح. طيب بيجي بتطلع الموسيقى فرحه ولا حزينه؟ فرحه. فرحه خلص هيدا طار. دونك جو سوي اون دو ماجور. اوكي دو ماجور. اوكي هيدي هي الشغله. اوتر شوز، شو الشيفر انديكاتور؟ 2 2 4 2 2 4. طيب هل فورماسيون اوركسترال من شو مؤلفه؟ اذا بنجي نطلع شو مكتوب هون؟ 2 فلوت او بوا كلارينيت اي باسون. هاي السكسيون شو اسمها بالاوركسترا؟ افون. حددوا شوي. هافون وهافون، بس هيدي شو؟
تحددوا. Bois. Bois. Très bien. Bois أو للإنجليش people هي wood wings. لأنه الفان بينقسم لاثنين. نحن منزمر بالخشب، منصوفر بالخشب، والريزونانس بتصير بالبك وبالانش تبع الاليت. اما نحن وقتها ننفخ بالكور بالترومبيت شو الامبوشير، بنحط تمنه جوا وننفخ بالنحاس. دونك هيدا الكور والترومبيت، كور يعني فرنش هورن، هذا الكبير المبروم مثل البزايقه، والترومبيت هذا شو بيقولوا له كويفر. مزبوط، سوري على الكتيبة اللي أنا عم بكتب بالماوس. أوكي؟ instrument de cuivre. شو عنا هون؟ تامبال. تامبال أو التامباني، هيدا اسمه instrument de شو؟ de percussion. percussion. في instrument واحد، مش عايزين أكتر. percussion. وآخر شيء هيدا الأكتر شيء دارج بالسيمفوني وبالموسيقى الغربية، أكتر شيء بيعطوه شغل هو les instruments à cordes. Cordes. OK. Instruments, les cordes ou string section. Le timbal, c'est en anglais timpani. OK. Et ça on شوف هاو كلهم سوا بنعرف الفورماسيون اوركسترال من شو معمول. OK. في شي ترومبون؟ نو. ما في. في توبا؟ ما في. في. إيه. تشوفوا انه من زمان مش كل الآلات اللي منشوفها هلأ كانت تستعمل، كل ما كانوا يتطوروا أكثر وأكثر كل ما يزيدوا عدد آلات. طيب هلأ رح فوت أنا وياكم على الأناليز شوي، شو كان قاصد بيتهوفن يعمل بهالقطع. طيب أول شيء منشوف إنه شو هي أول نوت اللي عم بدقوا كل الآلات عليها ومدوبلين، عم يقصد شيء الزلمة أكيد، ما إنه وديع الشيخ هو، عم يقصد شيء الزلمة هون. وقت واحد بيحط لي السول كلها الاوكتاف مع الفورتيسيمو بالاول، شو قاصد؟ انتبهوا ما عامل ارموني، حاطط نوت وحده، عامل هيك ومدوبلهم يعني صاروا هيك. طيب راح بسط لكم شوي، نحن بالدو ماجور نوتة السول شو قوتها بالدو ماجور؟ شو اسمها بالدو ماجور؟ دومينونت. دومينونت، تري بيان. مين الدومينونت؟ في حدا كثير عم ببرحش بالميكرو تبعه. مين الدومينان تبع العالم كله؟ مين القدرة الدولة الكلية القدرة؟ ديو. ديو. تري بيان. وقت بيجي بحط لي كل الآلات عم يلعبوا الدومينانت عم يشرح عن مين برأيه؟ عن الله. طيب الله حكي كلمته، شو بلشت الخليقة تعمل؟ ترى 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 عم بتزيد كل شوي نوت ترارتاري، ولكن كيف كتروا عم يكتروا مثل كأنه الله عم يخلق شوي شوي الأمور، وآخر شيء فلت الخلق. متى فلت الخلق صاروا يتفاعلوا الأمور مع بعضها، لو وصلنا لمطرح شو صار؟ فلتت الأمور وصار كله عم بيعطي نتيجة. اتفقنا؟ طيب إذا نجي نطلع أنا وياكم بالأسئلة المحطوطة هون، quel est l'instrument avant؟ وقت يقول avant شو يعني؟ يعني مقسوم لا بوا ولا شو؟ ولا بوا أو كويف. بدكم تعرفوا أي instrument فات بالأول بيكون avant. أوكي؟ نجي نتطلع نحن بأول مزور كلهم لعبوا، بدنا نشوف هون كله كان string section، كله string section، لو وصلنا لمطرح لوين؟ لا هون. مين فات أول شيء لكن مين عم بيسوفر؟ بليز شوية رواق. أوكي؟ بدنا نشوف أي انسترومون أفون فات بالأول، بعدين مين لحقه هون. هيدا بتكون تعملوه بالبيت. مسيو في أصوات. بعرف يا مسيو، شو بعمل يعني؟ بضربه؟ ما في. بدنا هو يحس عدم مو بس. Autre chose. Dans quelle mesure les instruments jouent-ils tous?
بأي مطرح عم يلعبوا الانسترومنتات كلهم؟ فكروا شوي إذا بنطلع أنا وياكم. بأول مزور الانسترومنتات عم يلعبوا كلهم، وين كمان رجعوا لعبوا كلهم؟ بالمزور 27 وبالرايح. اوكي؟ اوتر شوز. اونتوري دو تييرس اي اون سيكست هارمونيك. شو يعني هارمونيك؟ يعني هيك النوتات لازم يكونوا فوق بعضه. اتفقنا؟ نوتات بده يكونوا فوق بعضهم. اوكي، هذا بالبيت بدكم تعملوه. كاليلا نوت سنسيبل دو دو، ذكروني شو يعني سنسيبل؟ يعني يعني قبل التونيك. اوكي، يعني شو؟ مش الصوت عم بيجي من حدا اسمه نور؟ نور، بعرفه نور. هلا بحكي اهله، هلا بحكي اهله كله بيزبط. طيب نحن بالدو ماجور، مين اول نوت؟ دو. تونيك. 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 لا بروميير نوت هي ريفيزيون اسمها تونيك. لا سانكيام نوت اللي قلنا استعملها كرمال الله اللي هو دومينانت. دومينانت اللي هي سول. واخر شيء في عندنا لا سانكيام نوت هي لا نوت سانسيبل. سانسيبل. دونك سانسيبل هي شو؟ هي عباره عن شو؟ لا سانكيام نوت. ليه سنسيبل المزور يعني التون بيناتها وبين الدو الحساب بيناتهم هو نص تون. اسمعوا فيني واقف هون شو بحس؟ نو احساسي بيقول لي انه بدي ارجع اطلع لوين؟ على الدو. اوكي؟ هيدا هو سي دو، دونك سيتيام نوت هي سنسيبل دايما. اذا بقول لكم جيبوا لي سنسيبل دو سول بار اكزومبل، انا بالسول ماجور تنزلوا قد ايه؟ moins un demi. ادمي. ايه moins un demi. شو في تحت السول؟ فا. المسافة بين السول والفا هي قد ايه؟ واحد. تيصير نص شو بحط فا؟ يس. ليش نحن بنقول دو سي؟ لأنه بين الدو والسي طبيعيا في نص. وبين الفا جيبوا له السنسيبل دو فا. مي. مي. لأنه بين الفا والمي ناتورالمون في نص. اوكي؟ هلا سيتي نوت اونوتر اوفر دو بيتهوفن. شو الاوتر؟ اوكي، شو الاوتر اوفر دو بيتهوفن برايكم؟ شو عنده قصص مشهوره بيتهوفن؟ وهلا ذكروني خبركم خبريه. استاذ انا ما عندي. علوا صوتكم شوي. انا ما عندي الكتاب. مش ضروري الكتاب استاذ، ما انا بعت لكم الكتاب عند اهاليكم على شو اسمه على التليفونات. اوكي؟ اعطوني شيء اوفر ثاني لبيتهوفن مشهوره. فيوريليز. فيوريليز. اوتر شوز. شو اشهر شيء لبيتهوفن؟ نوفيام سيمفوني. مين؟ نوفيام سيمفوني. الاشهر اياها برايكم؟ وقت تقولوا بيتهوفن اي ميوزيك بتجي على راسكم اكثر شيء؟ اربع نوتات. حدا يغني لي اياه هون. مسيو هيدي. تا 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 تا. برافو. انا هي بدي احكي عنها. ليه؟ هي اسمها سيمفوني نمرو 5، سانكيام سيمفوني. هي السيمفوني كيف فينا نشيله هذا الزلمه؟ يلا ريموف نور. باي باي نور. العنه. ايه سانكيام سيمفوني شو عملنا فيها؟
نحن السانكيام سيمفوني عم بيعمل فيها. اوكي، الفكره تبعها هي اسمها ذا فيت. ذا فيت يعني القدر. الفكره تبع بيتهوفن يمكن وقت بلش يعملها كان بلش يحس حاله عم بيشوف، عم بيحس انه انا اذا اجى الموت يدق بابي، اوكي شو بعمل؟ كل واحد منا بيخاف من هذا السؤال، فعملها ميوزيك. وبدي اقول لكم شغله كمان احلى واحلى، انتم بتعرفوا يمكن كنتوا ما خلقتوا بعد، بالسبعينات بعتوا مركبه فضائيه اسمها فويجر تتكتشف السيستم سولير، مزبوط؟ حطوا عليها كثير قصص، عملوا مثل سي دي ذهب كثير كبير، وحطوا عليه معلومات كثير عن الارض وصور واخبار، وحطوا الميوزيك تبع بيتهوفن. اوكي، من الميوزيكات المهمه اللي حطوها الميوزيك تبع بيتهوفن سانكيام سيمفوني، قد ما هيدي السيمفوني معروفه. يعني اذا واحد بيسالك شو بتعرف الميوزيك كلاسيك، دغري بتقول له تا 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 قبل كل شيء، بترجع بتقول له تررن 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 تا تي تبع موزار سيمفوني 40. فهمنا القصه كلها سوا؟ وي. طيب رولوفي ان انسترومون ا بيركسيون. تامبال. تامبال. في شيء غيره مستعمل هون؟ نو. لا هون بس تامبال. ليك شو عم بيقولوا هون؟ Mesure 8 à 12, relevez la note que jouent les violoncelles et les contrebasses. هلا انتم بتعملوا، بس بدي افسر لكم الكونترباس على ايام بيتهوفن وايام موزار شو كان يعمل؟ ما كان في كونترباس من زمان، كان في فيولونسيل وفيولا اللي هي الفيولون التو والفيولونيت العادي. كان يدق الفيولونسيل مثلا نوته واطيه. تنقول. اجوا اخترعوا شيء اسمه كونترباس، زيت النوتات مندق له، اوكي؟ بس هو بيرن اوطى. اسمعوا، مع انه عم نوت له زيت النوتات، زيت المطرح الكلي دو فا، بيرن اوطى، بيعطيني ضخامه بالصوت. اسمعوا، مشان هيك اذا نرجع انا وياكم على النص، اذا بنطلع شو مكتوب هون، فيولونسيل اي كونترباس. اذا بدي دقه هيدي على الفيولونسيل، اوكي بتعمل هيك. اذا بدي دقه على الكونترباس بتعمل هيك. فمع بعضهم شو بيصيروا؟ بتعطيني جماليه وعرض بالصوت اكبر، مشان هيك الاوركسترا صوتها غريب وصوتها حلو لانه بتدق بكل الفريكونسيت. اوكي؟ طيب اخر شيء بدكم تقولوا لي شو هي النوت والكلي تبعها، تكتبوا الكلي تبعها. ا بارتير دو كال ميزور لوركستر جوتيل اف اف، شو يعني اف اف؟ فورتيسيمو. 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 إذا نجي نطلع وين بيلعبوا كلهم فورتيسيمو، ببلشوا يلعبوا كلهم فورتيسيمو ابتداء من أي مزور؟ فانتسيس. إيه آخر الفانتسيس، وإذا بدك تقول اللي بيقول لي آخر الفانتسيس بحسبها صح، واللي بيقول لي فانتسات كمان بحسبها صح، لأنه بالفانتسات كانوا عم يلعبوا كلهم فورتيسيمو. هيدي لأنه قويت القصة وفلتت الموسيقى. في حدا قال لي انه بالاول عم يلعبوا فورتيسيمو كمان بحسب له صح، اتفقنا؟ وي. هذه شغله كثير منيحه. طيب لهلا انه تقريبا حلينا الدفوار هون، مرت الجاي رح تكونوا انتم عم بتحلوا تكتبوا هيدا الجوابات كرمال انتم تستفيدوا اكثر، رح ارجع اكثر لورا. طيب هون اذا بدي اطلع انا وياكم وارجع لكتاب وجدي ابو دياب، اوكي اللي هو هيدا، في مطرح بيحكي عن التوناليتيات، ليكو وين هيدا لازم تدرسون لانه انتم دارسين 3 دياز و3 بيمول سنت الماضي، مزبوط مزبوط ولا لا؟ احو هون هيدا التابلو اللي موجود هون، رح زغره شوي، موجود بعد نحن درسنا تريبيا. بدي منكم شغله، يحفظون يا هلا بعلمكم طريقه كيف تقدروا تجيبوا التوناليتي من شو؟ من من ورا اللي مكتوب هون. نحن بالاف ام 3 بحاجه نعرف اربعه دياز واربعه بيمول. اللي ما عم يفهم بكل بساطه بيجي على هذا التابلو، طلع دو ماجور، مين ابن عمه؟ لا مينور، عنده شيء على الارمور؟ ها؟ ليكو وين؟ ما عنده شيء هيدا. هذا اللي هون ما عنده شيء، دو ماجور واللا مينور حاطين بيكار يعني ما في شيء. السول ماجور شو عنده؟ دياز، قباله مين في؟
المي مينور. اوكي، ذات القصه، الري ماجور، السي مينور، اللا ماجور، الفا دياز مينور. نحن بحاجه لشو؟ لاربعه لا لا حن لك وين، ونحن بحاجه انه هيدا هون يكون عندنا دياز 2 3 4. اوكي، بالبيمولات ذات القصه نحن بحاجه يكون عندنا اربعه بيمول، لان الفا ماجور عنده بيمول وحده وابن عمه الري مينور، السي بيمول والسول مينور، سي بيمول ماجور والسول مينور عنده 2، المي بيمول ماجور عنده 3 مع الدو مينور، واللا بيمول ماجور مع الفا مينور. فهمنا؟ هلا بتراجعون شوي، وهلا راح انا اشرح لكم طريقه ثانيه عن الموضوع. روجاردي، وقتها انا هون بشوف الدياز، يعني انا وين؟ كيف بقدر جيبها؟ هيدي شو بتعني هاي الفادياز؟ بسرعة، ما معنا كثير وقت. هاي الفادياز نحن أنصال مجال أو يعني أنه كل ما أوكي، كيف عرفته؟ في ناس حافظين، بس في طريقة نعرف دايما. والأرميور بتعطيني هنت، هنت يعني بتعطيني توجه لأعرف توناليتي ماجور. الفادياز شو بعمل منها؟ بطلع نص، طلعوا من الفادياز نص. أنا وين؟ أصل سول ماجور. سول ما السول ماجور عنده رولاتيف. ابن عمه مين؟ بدي انزل تيرس مينور، يعني موا ادمي، بنزل سول فا مي، مش هيك؟ من السول للفا في واحد، والفا للمي في نص، لازم يكون موا دمي. يعني عندي حلين، يا سول ماجور يا مي مينور. بيجي بتطلع بشو خالصة الموزيك؟ ايه؟ بشو خالصة الموزيك؟ بأي نوت؟ ما قدرت اسمع. اوكي، بشو خالصة الموزيك؟ بسول. بسول، يعني مش معقول تكون مي. دونك جو سوي ان سول ماجور. فهمنا كيف بنجيب التوناليتي؟ في حلين، يا بحفظ انه السول ماجور والمي مينور عندهم دياز وبدي نبش انا وشوف بشو بتخلص لاعرف، يا اذا عندي دياز اخر دياز بطلع منها نص بتعطيني التوناليتي ماجور وانا بسحب توناليتي مينور. فهمنا هون؟ شوي دقيقه القصه، اذا ما فهمنا بنرجع بنفسرها بدراسات جايه. مثلا هون عندي سي بيمول على التابلو، مين عنده سي بيمول اذا بتتذكروا؟ فا، الفا ماجور، فا ماجور او مين؟ فا ماجور، فا ماجور او مين؟ بنزل تيرس فا مي ري، وبعد اذا بين الفا والري في ان ادمي، من الفا للمي نص، مي للري واحد، دونك واحد ونص، هيدي الري مينور. بتطلع بشو خالصه الموزيك؟ بفا. جو سوي ان فا ماجور. سي فا مينور، سي فا ماجور. ايه مش ري مينور، ليه؟ لانه خالصه الميوزيك بفا. هلا انتم بدكم تقولوا لي اوكي كيف بدنا نجيب الدياز هون. روغاردي، عندي اثنين دياز، بدكم تقولوا لي انا وين وليش. أون ري ماجور. ليه أون ري ماجور؟ حافظينها؟ شو يا أستاذ حافظينها؟ لأن تخلص بري. هلا خلصت بري تريبيان، بس الفكرة وين؟ شو عندي؟ فا دياز ودو دياز. اللي حافظ إنه الفا دياز ودو دياز هي ري ماجور بيكون حافظها. أما اللي مش حافظ بروح على اخر دياز وبعليها نص. دو دياز علوها نص، شو بتصير؟ بتصير ري ماجور. نحن دائما بنجيب الماجور من الارمور وبنستخلص المينور، ننزل منها تيرس مينور او موا ان ادمي. نصيحه قبل ما تبلشوا تعدوا ان ادمي، عدوا نزول. عندنا ري
دو سي. دونك التوناليتي هي سي. بتاكد اذا سي مزبوطه. ري لا دو ان، دو لا سينوس، دونك صارت تيرس مينور. سي مينور بتطلع بشو خالصه الموزيك؟ بيري اكور هيك يعني، مش خالص هيك، هيك حزين. دونك جو سوي ان سي مينور. هون وين انا؟ خالص بري ماجور. عرفنا كيف منجيب الارمور، عرفنا بالاحرى كيف الارمور بتاخذنا على التوناليتي. في حلين، يا بنحفظ يا بنحلل، يا بتفكر يا بتحس. فهمنا؟ بس مش مفروض ننبش على السنسيبل تبع المينور اذا مش موجود بالكتيبة بيكون بلا بلا. بس مجرد. انا عم بحكيهم شوي شوي كرمال ما اعجقها على الناس، لان في كتير ناس بيخافوا من هذا الشابتر. اوكي؟ مثلا هون شو مكتوب؟ شو اخر دياز موجودة هون؟ طول دياز، طلعوا منا نص. يلا. لا لا ماجور دغري. يا لا ماجور يا بدي انزل التيرس، انزلوا لي تيرس من اللا ماجور، تيرس مينور. يعني و ان ادمي. نشرح شابيتر بشابيتر صرنا. انزلوا من اللا تيرس. فا دياز. فا. اول شيء تريبيوت. لا سول فا، مش هيك؟ هيدي هي، بنكتب فا، بعدين بنحسب. لا لا سول. انتون. سول للفا. انتون. انتون، طلعوا اثنين. دونك تزغر الانترفال، شو بدي احط؟ فا دياز. شفتوا؟ يعني دايما ننزل تروا بعدين بنعد. لان في ناس ببلشوا يحسبوا قبل، وقتها بيحسبوا بيضيعوا. دونك بتنزل تيرس، لا سول فا، رجع عد بعدين، لا لا سول، ان سول للفا دو دو، انا بدي ان ادمي، بحطها فا دياز. طيب بشو خالصه القطعه هون؟ نطلع بالاكور، لا لا دو لا، يعني لا دو مي لا، يعني بشو خالصه؟ لا ماجور. لا هلا بالفحص بسمعوكم القطعه، يعني اللي بيسمع القطعه وبحسها فرحه دغري بيعرف انه هي لا ماجور بدون ما يقعد يفكر ويعمل هالتحاليل. بس انا كاستاذ واجباتي اعلمكم كل الطرق، وكل واحد منكم بنقي الطريقه اللي بده اياها، يا بيسمع يا بيحفظ يا بيحلل. اوكي؟ مفروض الواحد يعرف يعملهم ثلاثه تون، واخر شيء وقت تصيروا ميوزيسيان اعملوا اللي بدكم اياه. اوكي؟ لان في ناس مش دارسين موسيقى وبيعرفوا يحللوا على السمع، وبعرف في ناس منهم واحسن منا نحن الاساتذه بيبقوا موهوبين. وفي ناس وحوش بكتيبة الموسيقى، بيبقى بيسمع الموسيقى بنوتها كلها هو قاعد، بيسمع الأوركس بنوت للأوركس. أنتوا بتنقوا الطريقة اللي بدكم إياها، بس أنا بهمني تعرفوا كيف منجيب التوناليتي إذا كانت دياز، وكيف منجيبها إذا كانت بيمول. لهون حدا عنده سؤال؟ نو أوكي، نايو روجي ماشي الحال؟ استاذ اذا كانت بيمول نفس الشيء بنجيبها مثل اذا كانت دياز؟ اذا كانت بيمول استاذ، لافون ديرنيير بيمول بتكون هي التوناليتي. مثلا هلا هون سي بيمول دغري بنفكر انه فا، بس اذا عندي سي ومي ولا، مش هيك؟ ايها الافون ديرنيير بيمول هي ها، بدون بلس مثل الدياز دغري، ها هي التوناليتي مي بيمول ماجور. فهمنا؟ لافوندرنيير بيمول هي التوناليتي، فهمتوا؟ مش مثل الدياز بنروح على اخر دياز ونطلع نص. مين سالني؟ فهمتوا؟ وبكره بنرجع نراجع. خليني لاقي لكم شيء وحده اذا في مثلها في مطرح قريب وبقول لكم شو فيه. ما عاش فيه هلا، خلصوا البيمولات من الحياه. إن شاء الله نلاقي وحدة قبل ما يخلص الوقت. هلا بلاقي لكم وحدة مثلا. دفور هذا اللي عملناه اليوم، بترجعوا بتراجعوه بتقروا كل شيء لكتير ريتميك. مثلا هون شو عندي؟ سي بيمول ومي بيمول. إذا بدي أعرف شو التوناليتي بتطلع لافون ديرنيير بيمول هي سي بيمول ماجور، أو بنزل بجيب الرولاتيف تبعها اللي هو سول مينور.
بتطلع بلش بالسي بيمول، هذا اكزرسيس يعني ما فينا نحكم عليه، بلش بالسي بيمول، دونك هي سي بيمول ماجور، ما في فا دياز، لانه دائما توناليتي مينور في عندها نوت اكسيدونتال، راح اشرحهم هاو مرت الجي، عم بمشي فيهم شوي شوي، ما بدي اعطيكم كل المعلومات تضيعوا فيها. بس لليوم حدا عنده سؤال عن الشيء اللي عملناه؟ بدي منكم تسمعوا الموزيك، تحللوا شوي الاناليز، واهم من هودي كلهم تقروا لي سولفيج، دخيلكم سولفيج سولفيج قد ما فيكم، يعني هذا النمرو تقروا سولفيج ريتميك سولفيج ريتميك، هون سولفيج ريتميك، هون ما تعملوه، وبذات الوقت تراجعوا شو عملنا هون، كل شيء دكتيات ما تعملوه، بس بدي اعطيكم دكتي انا بعدين. اوكي حدا عنده شيء بعد؟ يعطيكم العافيه. ميرسي استاذ. باي باي. اذا حدا عنده شيء يحكينا على برايفت. ميرسي استاذ. ارفع ميرسي.